أحد لوقا الثالث. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لا شك في أنه في أيام السيد المسيح مات كثيرون، ولا نعلم كم من الأموات أقام السيد. فالمسيح أصلا لم يأتي لينزع عنا موت الجسد، إنما لكي يحطم موت النفس ويرفعنا فوق سلطان الموت، فنجتازه معه غالبين ومنتصرين لنبلغ اللقاء معه وجها لوجه أبديا. نعود بالتاريخ إلى هذا المشهد الرائع، حينما ذهب يسوع هو وتلاميذه إلى مدينة تدعى نايين، وهي مدينة صغيرة جدا تقع جنوب شرق الناصرة. وهدف المسيح من زيارته تقديم رسالة التوبة للجميع. عندما وصل يسوع إلى باب المدينة، شاهد ميتا محمولا ابنا وحيدا لأمه، مما لا شك فيه أنه موقف محزن جدا. شاب وحيد بموته شعرت الأم أن كل شيء قد انتهى وأن الحياة توقفت، فجعلت صمتها الكبير من الخارج يتحدث عن حزنها الدفين في داخل قلبها المجروح. أمام منظر الأم الثكلة لا ينفع الكلام الذي يتكرر في الجنازات، وحده حنان الرب يسوع ينفع. هو المتحنن في البداية، قال الرب للأم لا تبكي، أي أنه قبل أن يلمس النعش لمس قلبها. كلمة لا تبكي لا تعزي أما فقدت وحيدها، إلا أن مقابلة المسيح أدخلت العزاء إلى قلبها. تختلف هذه المعجزة عن إقامة ابنة يايروس وإقامة لعازر، إذ إن المسيح هو الذي يبادر بصنع المعجزة دون أن يسأله أحد، وذلك ليعلن أنه أتى ليعطي الحياة للبشر، فهو ليس قادر على أن يقيم من الموت الجسد وحسب، بل على أن يقيمنا من موت الخطيئة أيضا. تتقابل الحياة مع الموت والحزن، فيغير تحننه الحزن إلى فرح. إن لمس النعش عادة هو عمل يتنجس فيه الإنسان حسب الطقس اليهودي، وقد أظهر يسوع بعمله هذا مناعته الخارقة ضد نجاسات الموت، لأن سلطانه الكبير أزال في الحال كل وجود للموت والنجاسة. فصرخ بصوت خرق السكون الكبير، أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم، فدفعه إلى أمه، ما أعظم أعمالك يا إلهي، إذ وأنت في الجسد أقمت الموتى وجعلت حياة جديدة تنبض في قلوبهم. ما أقدر هذا السلطان الذي لك، فأنت أقوى وأعظم من الموت الذي يخيف الجميع. حيث وقفت أمامه بقوتك وصرخت للشاب قم من جديد من بين الأنقاض، قم من جديد من تحت سقف الغربة البعيدة، قم لكي تجد نفسك بين أحضان أمك التي فقدتك. نراه يترفق بأرملة فقدت وحيدها الشاب، مظهرا أن محبته جامعة تضم كل البشر. يرى الأباء أن الأرملة تشير إلى البشرية بوجه عام، والتي صارت كأرملة لأنها فقدت الله الذي هو رجلها الحق. أما وحيدها الشاب الميت فيشير إلى كل نفس بشرية أفقدتها الخطيئة حياتها الفعلية فصارت ميتة.
لذا الرجال يحملون النعش في الطريق لأنه لم يعد لها موضع في بيت الرب أو في الفردوس الذي هو البيت الأول للإنسان. لنتخيل أيها الأحباء مشهد قيامة ميت، سيصيبنا ذهول وخوف. إن إحياء الميت لعمل مدهش، عمل يفوق الطبيعة، هو عمل الله من خلال أصفيائه. إنه لمن الطبيعي أن يخاف أهل نائين الخارجين في موكب حزين بعد هذا المشهد، ولكن هذا الخوف تحول إلى تمجيد لله. يسوع هو النبي الأعظم، الله افتقد شعبه، نائين الضيعة التي لا يذكرها العهد القديم قد أصبحت مدينة القيامة، سيتعاظم اسمها لأن الله صنع فيها الأعجوبة الكبرى. من خلال هذا الحدث العظيم سيصرخ يوحنا المعمدان: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. الموتى يقومون، الله هنا حاضر بينكم. مع محبة الأب بطرس ميشيل جنحو. Keep.